سيدة أردنية تقدم وصفات طبخ شهية على تطبيق التيك توك وقريبة جدا من القلب لأنها ببساطة تشبهنا وتقدم كل شيء بلا أي تكلف. أنا شخصيا من متابعينها ومن محبين ما تقدم. نرحب فيك سيدة آمنة الياسين. حبيب قلبي أهلا وسهلا، كيف أهلاً حالك؟ أنا بخير، مبسوطين بأنك معنا. الحمد لله. يسعد صباحك، شرفتينا. والله يشرف مدارك، شكرا لك حبيبي. يسعدك يا رب. احنا أكيد رح نشوف خلال حوارنا بعض الفيديوهات من طبخك، بس قبلها حابين هيك نعرف منك ليش دخلتي بالتيك توك تحديدا، ومن وين اجيتي بهاي الفكرة تبعت الطبخ؟ مش أنا والله، اجيت أولادي هم لأنه مغتربين أولادي، عرفتي، فكانوا كل يوم يسألوني على الطبخ، كيف هاي بتنطبخ وكيف هاي وكذا. في الآخر قالوا لي شو رأيك تسوي صفحة عشان كل الشباب يستفيدوا مش بس إحنا. قلنا لهم ماشي. حلو. بلشنا في الصفحة يعني عادي، والحمد لله نجحت الصفحة. فلما أنا يعني صرت بدي أتراجع، لأنه بتعرفي الواحد التيك توك مش سهل. صح طبعا، من تحضير وتصوير وفيديوهات وكذا، صارت الصفحة كل يوم تنجح أكثر. عرفتي كيف؟ والحمد لله مش الحال. حلو. متى بدأتي بالتطبيق تيك توك بنشر وصفات الطبخ؟ من سنة وأربع شهور. نعم، أنا كنت متابع، شفت ما شاء الله القفزة كيف أنه عم بزيد العدد. أكثر ما يميزك برأيي الشخصي وأعتقد رأي الكثير من محبينكم هو فعلا تشبه أمهاتنا اليوم في شيء قريب. نعم. اعتدنا على السوشيال ميديا بالتصنع بالناس الغير حقيقية. كثير منحب لما نشوف حدا حقيقي عم بيقدم شيء زي ما قلت في المقدمة من دون أي تكلف، فهذا سر من أسرار النجاح عندك. هم إدارة التيك توك أصلا لما وثقوا لي الصفحة بعثوا لي مسج قالوا لي أنت المطبخ الحقيقي في كل التيك توك. حلو. فهذه الجملة دائما بسمعها طبعا، وبسعدني يعني، إشي بسعدني طبعا لأنه واقع. طبيعي. طب ست آمنة بيطلبوا منك وصفات معينة ولا أنت خلص بتعمل الوصفات اللي بدك؟ هم كانوا أولها يعملوا لي إيفنت إنه بدنا وصفات كذا اليوم، بتعرفي بيبعتوا لي على الواتساب. فبعدين أنا صرت أعمل اللي بدي إياه. أوكي. عرفتي كيف؟ أساس الكل يستفيد، سواء اللي بحب هاي الطبخة واللي ما بحب هاي الطبخة يستفيد. طبعاً منها. أنا بطبخ أكل قديم، أكل جديد، أكل غربي، أكل عربي، كل شيء. حلو. طب مين بيساعدك؟ خلينا نعطي شوية كريدتك وتهنئة وشكر لأولادك. بيساعدني أولادي. يعني طارق أول واحد بنزل لي الفيديوهات، بمنتج، بسوي. الدكتورة أمية بنتي. نعم. حنوني بنتي كمان بتساعدني، بتسوي لي الفيديوهات. خلي لك يوم كلهم يا رب. وبيجوا بيصوروا لي. برهاني البنت اللي بتشتغل عندي برضو بتصور لي. حلو. نوجه لهم كلهم تحية. الله يخلي لك. بوجه لهم تحية. مرت ابني مرات بناديها بتساعدني. مرات يعني بديش أثقل عليها. لأنه عندها صغار وهيك. حلو. خليكم لبعض جميعا. خلينا نشوف احنا هلأ فيديو من الفيديوهات وبنرجع بنكمل. يعني يا ست أمنة جوعتينا بسيط. المرة الجاي تفضلوا عندي. نتشرف طبعا. أهلا وسهلا. بدي أوجه تحية على الخال، خال أولادك. الخال يعني ساعدني كتير كمان. بصراحة وإله نكهة بفيديوهاته. وأنا بحسده على مكانه لأنه دائما هو الذواق. الخال يعني هو، شوف، هو محتوى تذوق الأكل. عرفت كيف؟ وهلأ معروض عليه من المطاعم إنه يصير يتذوق وهيك، وأنا عمالي بقنعه، بقول لي يعني كذا وإيش، بقول له حلو عادي. لا بقله بالعكس. لا بقله. وبعدين بيفتح النفس. حتى بدون التيك توك لما بحضر معك على السفرة نفسك بتنفتح صراحة. واضح. واضح لما الواحد يحضره وهو بيحكي وبياكل كذا. أنا متابع بيفتح نفس جد. معناها نحن كمان من هون بنقنعه إنه لا خلص، زي ما بيصير فود بلوجر ذواق للأكل. أيوة. إحنا مش بنقنعه، إحنا بدنا نحاول ناخد مكانه عند الست. لا ما هو بصير نطلع منه. إحنا نتذوق. سهلة. الله يسلمك. طب بدي أروح لجانب يعني حلو القاعدة وهذا الطابع اللي عم نعمله، بس في جانب بحب هيك ننوه إلهم وأسألك فيه، شو اللي بيزعجك بالتيك توك؟ بيزعجني التعليقات السلبية كتير. يعني في ناس بيطلعوا بيحكوا كلام مش حلو وكذا. طب أنا عمالي بعلمكم ببلاش. صح. فري. صح. ليش الكلام العاطل مثلا؟ يعني أنا طبيعتي اللحمة والدجاج والأمور هاي لا يمكن أمسكها في إيدي بدون التيك توك. لازم ألبس كفوف وكذا وهيك،
بس في شغلات لازم اعملها في ايدي طبعا. مثلا امبارح انا سويت الملبن ولا عملت العصير في ايدي بدون كفوف. ايدي ينضاف ما اني من الصبح بسبحن في المي. ايدي انتوا بتفكرني زي حكايتك قاعده على التلفون عرفت كيف؟ طلعت وحده قال استفرغت اوف. بعديها على فكره كنت بدي اكمل قلت له معلش بعتذر بكره بعملكم الوصفه. سكرت اللايف بسببها يعني مش حلو. طب بتردي على هالتعليقات السلبية؟ مرات بسب مرات بكون معصبة وتعبانة ويطلع لك تعليقات زي هيك ببهدل عادة ما عندي مشكلة. يعني أنا مش عارف بكل وضوح إحنا كأشخاص اليوم مين من أمهاتنا سوري يعني بتلبس كفوف ما بتطبخ زي ما تفضلتي من الصبح هي بنظافة بعدين الكفوف هدفها مشان ما توسخش إيديك مش عشان ما توسخش الأكل طبعا لأنه الإيدين أنظف من الكفوف 100% صح. صح ولا لا؟ صحيح. نركز طب شوي على الجانب الإيجابي. يلا خلص حكينا عن السلبيات والتعليقات السلبية صحيح. الجانب الإيجابي بالتيك توك. الجانب الإيجابي كسبت محبة الناس كثير يعني صار عندي علاقات وأصحاب يعني بيجوني من أمريكا من فلسطين من الإمارات من السعودية صدق بيجوا من المطار لباب بيتي. الله حلو. والله صادقة يعني حلو طبعا طبعا محبة الناس كلهم بيقولوا لي يا أمي اللي عنده مشكلة بيبعت لي ممكن على الخاص ممكن على اللايف نتكلم في المشاكل منحل مع بعض. طبعا تتسلي تعبي وقتك بتفكريش في الأشياء السلبية بتتعرفي على ناس جداد كمان حتى لو كان عندك مشاكل التيك توك بنسيكي تلتهي في إشي عرفتي. طبعا هذا دافع لأنه أي حدا ممكن يعلق لك تعليق سلبي ولا كأنه موجود ولا تشوفي لأنه اليوم كموازنة محبة الناس والعدد الأعظم من المتابعينك هم محبين صحيح مش متصيدين فمن يتصيد بحاول نعم نركلهم خارج نركلهم اهتماماتنا. طيب بدي أسألك برأيك هل الطبخات اللي إحنا هيك كبرنا عليها تاعت أمهاتنا تندثر قاعدة مع الوقت الحالي؟ أنا شايفة بالجيل الجديد كلهم بيجيبوا ديليفري يعني الجنك فود هذا كله مش صحي طبعاً. عرفتي طبعاً. أنا طبيعة طبخي كله بزيت الزيتون إذا بتلاحظي بالسمن البلدي السمن الحيواني السمن النباتي ما بستعمله الزيوت ببعد عنها يعني النباتية كذا المهدرجة عرفتي كيف فبحاول أعمل الإشي الصحي. الأكل الصحي يعني أكل البيت مهما كان بيضل أحسن من الأكل الجاهز طبعاً 100% ما في مقارنة. أيوة إحنا في عنا كمان فيديو المفروض محضرين لنا إياه فخلينا نشوف الطبق الثاني. يلا بدي أسألك خالة أم حسن دائماً يقال زي ما هاي إنه أكل أمهاتنا غير إله طابع محدد صحيح. بدي أحب الطخي بصراحة بنات الجيل الحالي ليش مش عارفين يجيبوا هاي النكهة مش عارفين يطبخوا ليه؟ مسكينات هسه زي هاي قاعدة من الصبح في الاستوديو تشتغل برا تشتغل برا معها عذر اوكي ولا هاي اللي زيها جوزها بده يجيب لها الاكل جاهز اصلا انصفتنا اللي ما بتشتغل طيب اللي ما بتشتغل ما لهاش حجه ما لها حجه يعني نضلنا نشتغل معها اللي بتشتغل برا يعني بتقدر تنظم وقتها تحضر طبختها من امبارح بس مرات ما بتلحق الله يعينها صحيح بيني وبينك يعني بس حتى لو يجوا يطبخوا ما بيكون الطعم الاصيل لانه فيش عندها النفس يا بنيه ايوه هذا بس يعني الواحد بتطبخ ايش مكان ما بزبطش عشان هيك بقول لهم ابعدن عن المطبخ ابعد ما بتخلي بالطبخ لا 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 طب علاقتك بالمشاهير بالتيك توك كيف؟ علاقتي حلوه كثير كثير حلو علاقتي مثلا عندي ميكس بموت عليه هو بحبني كثير حلو وعندك عبسي عندك كثير مشاهير يعني اجوا عندي برضو زيارات على البيت جميل بيجوا عندي بحبوني مفكرة بضلك بس على التيك توك يعني مثلا ما فكرتي يصير خلص كل نشاطك اكثر على الانستغرام او عندي. على اليوتيوب عندي عندك اكيد بس تيك توك شغالة عليه اكثر طب بتفكري مثلا بالمستقبل انه لا ما نترك التيك توك ونركز مثلا على اليوتيوب ما راح اتركه بس راح اعمل اركز على اليوتيوب والفيسبوك طب ليه فكرتي تحولي كمان نشاطك لتجاري او اوريدي انت محولتي عندي طارق الله يسلمك بده يفتح مطعم ضخم حلو وان شاء الله انا بدي اشرف له على كل شيء جميل بس هذا شوي لقدام شوي هذا المطعم باذن الله بنجح لانه نحتاج بس يكون بوجودك وبطبخك طبعا طبعا
نحت انا اول الزبائن. انا بجيب يعني لو جابوا شيء فيي انا بدي اشرف على كل شيء. طبعا عرفت كيف. جميل جميل. اتمنى التوفيق لكم. بالتوفيق. الله يسلمك. بما انه بلشتي بنقدر نحكي بنصيحه من اولادك على التيك توك وما شاء الله وصلتي لعدد كثير كبير ومحبه ناس كثير كبيره، لاي شخص حاليا عنده هيك لو موهبه بسيطه وحابب يبدا بالتيك توك. ايوه اللي عنده محتوى. كيف ممكن تنصح؟ يعني صناع المحتوى بسموهم، بنصحهم يشتغلوا على حالهم، يتعبوا. أنا تعبت كتير، سنة وأربع شهور يمكن اشتغلت عن 10 سنين فيها. مش سهل. فاللي يعني من جد وجد، أنت عارفة. طبعاً. عرفتي. ولكل مجتهد النصيب. صحيح. يعني اللي عنده محتوى يقدمه، بده ينزل فيديوهات يومياً، بده يشتغل، بده يفتح لايف مرتين ثلاثة، لأنه اللايف بيزيد له عدد المتابعين. عرفتي كيف؟ يضل متابع. يضل متابع أول بأول ورا شغلته. اللي عنده هدف أتوقع بيسويه. طبعا لازم نوصله 100%. مبسوطين كتير. وأنا كمان فيكي. والله. وختمنا حلقتنا معك صدقا. أنا بحبك أشوف الناس الطبيعيين خاصة على السوشيال ميديا، يكون هم حقيقيين وبيقدموا شيء حقيقي. ولا شو هم يعني باقيين ناس زينا زيكم. طبعا ما يتصنع وضل قريب من الناس. هذا طبيعي. شوف إذا الواحد بده يمثل بيمثل له شهر زمان، بس بالآخر مش هيقدر. شهرين بقدرش يكمل طول الوقت. صح. طبعا طبعا بيبين بالأخير. بنشوف. تشرفنا فيك حبيبتي ومبسوطين وتعرفنا عليك. الله يرضى عنك وإن شاء الله يا رب بالتوفيق سواء بالمطعم القادم أو حتى بمسيرتك على التيك توك. إن شاء الله حبيبتي. شكرا لك. العفو. كل الدعم والتوفيق لك وإن شاء الله الله يخليك أولادك. الله يسلمك حبيبي ويحفظكم يا أبو حسن. الله يسلمك. الله يسلمكم. أهلا وسهلا بكم. أبو حسن جوزي بس هذا الخال أخوي. أبعرف. فإن شاء الله لما تسوي المطبخ ونيجي نعمل راح نجيب الخال يتذوق. يتذوق طبعا. راح أسوي لكم طبق مرتب إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. شكرا.